شايفين الحاجة الحلوة دي؟ شايفين؟ شايفين الكيكة اللي عاملة ازاي؟ دي كيكة الأوريو مع بسكويت ماري. ما عملتهاش بأوريو لوحدها، لأ، عملتها بأكو كبير بسكويت ماري وأربع بكاوي أوريو، وطحنتها ونخلتها وعملتها لكم بالطريقة الحلوة دي، وجميلة جميلة جميلة، مع 85 جرام زبدة، كاسة حليب، 3 معالق سكر فقط لا غير. يا ريت تعملوها وتجربوها وتقولوا لي ايه رأيكم فيها. يلا بينا ادخلوا الوصفة وشوفوا احنا عملناها ازاي. هعمل كيكة ببسكويت الاوريو والبسكويت ماري. انا شفته بالاوريو فانا عايز اجربها بالاتنين، وان شاء الله باذن الله هيطلع حلو. نبدأ الخطوات. اول حاجة هطحنه طحن جامد، وبعدين احط المقادير كأنك بتعملي كيكة عادية. دلوقتي انا نخلت الايه، الاوريو والبسكويت اهو، ده اللي انا طلعته، ده ملهوش لازمه عشان ما اعملش ايه كلام زي دي. ايه بالظبط؟ نشوف احنا هنعمل ايه. هنحط حليب وزبده، وهنحط بيكنج باودر، وهنحط بردك فانيليا على البيض كانك بتعملي كيكه عاديه بالظبط. يلا نشوف المقادير كويس مع بعض تاني. هحط 3 بيضات في الشفشق بتاع الخلاط، حطيت عليه فانيليا، 3 معالق سكر، 85 جرام زبدة، زبدة بدرجة حرارة الغرفة والبيض. أنا بحب المطبخ عن الغرفة. والبيض برضك بدرجة حرارة المطبخ. طلعها من الثلاجة. هطحن دولت، وحطيت البيكنج باودر على الخليط وهقلبه اهوت، كل حاجة مع بعض. صراحة عجبتني فحبيت ان انا ايه اعملها واجربها واوريها لكم. ان شاء الله باذن الله هتطلع حلو، بس انا ايه عشان الاوريو ما بحبهوش كتير يعني، فانا ايه خفضت الحلاوه بتاعته، خفضتها شويه بالبسكويت ماري. دلوقتي هطحن الخلاط، معلش على الصوت. حطيت الحليب وهضربه دلوقتي تاني علشان ايه الخليط كله يتجانس مع بعض. احط البسكويت في بوله كبيره عشان ايه اعرف اقلبه. هنزل بالخليط، ولو احتاج حليب هحط حليب. هجيب المعلقه، بسم الله الرحمن الرحيم، كانك بتعملي كيكه عاديه. انا مش هعملها في الميكروويف، انا هعملها فين؟ في الفرن. ما كترتش السكر علشان الايه الاوريو مسكر كتير. كده الكيكه بتاعتي خلصت، هفضيها في القالب. انا جهزته ومولع الفرن، هفضيها في القالب. لحظات هفضي القالب، الاوليو اللي هو الكيك البسكويت. لحظات اتش الشوكولاته الصغيره، حطيت كم حبه من الكبار دولت، وهدخلها الايه الفرن سخنه.
هوريها لكم اهي. شايفين اهي، هفتحها بقى. شايفين الكيكه بعد ما ايه حطيتها على الايه بلانش خشب على ما ايه تبرد بس شويه، وهرش عليها دلوقتي ايه السكر. دقيقه واحده، دلوقتي هرش عليها السكر الابيض. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، ميت سلام مش مية. بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 الله، بجد يا سلام يا سلام يا سلام. نشوف بقى الايه الطعم، الطعم بقى الايه نشوفه. شايفين الكيكه هشه ازاي؟ شايفين؟ استنى بقى ابعد دي شويه. شايفين الكيكه هشه ازاي؟ لا انا لسه ما صورتهاش، هرجعها تاني واصورها وبعدين ايه ادوقها عشان تبقى ايه الصوره كامله. نهايه الوصفه بتاعتنا كيكه الايه الاوريو ببسكويت ماري، كيكه هشه جميله رائعه حقيقي فوق الوصف. انا شفتها، هم عاملينها باوريو بس من غير بسكويت ماري، انا عملتها بسكويت ماري. انا قبل كده عملت لكم كيكه بالعيش الفينو كانت جميله جدا. اشوفكم على خير، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب يا احلى متابعين. اكبروا بخاطرنا، اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نسيت اكل، لازم اكل. بجد طعمها خرافه جميله ومش دسمه. ليه بقى مش دسمه؟ علشان انا حطيت معاها بسكويت ايه ماري. جربوها وانت هتعرفوا، بجد جميله جميله جميله. شايفين طريه ازاي؟ اهي طريه خالص خالص، اهي بتتفتفت كمان اهي، والله طريه جدا. حلوه 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 قوي 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 قوي. الله 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 الله، اشوفكم على خير.